السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم صدى الكفيل، والذي سنأخذكم فيه بجولة على آخر الأعمال التي تقوم بها العتبة العباسية المقدسة في جميع المجالات، فابقوا معنا. أجرى رئيس ديوان الوقف الشيعي الدكتور حيدر الشمري والوفد المرافق له جولة في مشاريع العتبة العباسية المقدسة والتي شملت جميع الجوانب، وقد أشاد الوفد بما رآه من مشاريع تخدم البلد. تفاصيل أكثر عن هذه الزيارة تشاهدونها في هذا التقرير. استقبلت الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة رئيس ديوان الوقف الشيعي والوفد المرافق له، وأجروا جولة على عدد مشاريعها المتنوعة في داخل مدينة كربلاء التي من شأنها أن تخدم الزائرين والمجتمع. واضح جدا المواصفات التي ذكرتها في كل المشاريع التي ذكرتها من حيث التربية والتعليم والصحة والزراعة والثقافة، هي مشاريع عالية التصاميم وعالية الدقة وعالية المواصفات، وذكرت أنها ربما أصبحت تضاهي مشاريع عالمية. كل هذا جاء بفضل الرعاية والعناية لكل الجهات العاملة الحكومية والجهات التي ترعى العتبة العباسية المقدسة. الجولة شملت المشاريع العمرانية والصناعية والزراعية والتعليمية والصحية ومشاريع أخرى، واطلع الوفد على ما تقدمه تلك المشاريع من خدمات ملبية حاجة المجتمع في شتى الجوانب. يعد مشروع معهد الكفيل للنطق والتأهيل المدرسي واحداً من أهم المشاريع التي تخدم شريحة الأطفال الذين يعانون من اضطرابات السمع والنطق، وقد نجح المشروع في تأهيل مجموعة من الأطفال بالتعاون مع الملاكات المتخصصة بهذا المجال. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. لعدم وجود مراكز تخصصية لخدمة الأطفال الذين يعانون من اضطرابات السمع والنطق، أسست العتبة العباسية معهد الكفيل للنطق والتأهيل المدرسي في كربلاء التابع لقسم التربية والتعليم العالي، ويعد الأول من نوعه داخل البلاد، للمساهمة في معالجة هذه الشريحة ودعمها بتدريبهم على المهارات التخصصية. معهد الكفيل للنطق والتأهيل المدرسي يستقبل الأطفال من عمر 3 سنوات إلى 4 سنوات. الطاقة الاستيعابية للمعهد 43 طفل، والآن يعني الطاقة الاستيعابية مكتملة. المعهد يتكون من قسمين، يعني نظامه بجزئين، نظام العلمات أكاديمي وتدريب نطق. الطفل أول ما يدخل للمعهد يسوي له اختبار، بس قبل الاختبار وقبل نستقبل الطفل يكون يعني ناخذ معلومات من أهله إنه هو ماخذي طبيب أطفال وطبيب فحص الجهاز السمعي، إنه ما عنده أي مشاكل سمعية وما عنده أي مشاكل طبية. شفنا معهد الكفيل وسجلت بها وشفت يعني تغيير جذريا من خلال تعامل الكادر التدريسي، بحيث يعني كلش وياهم مرونة وتعامل وبهدوء، يعني استجابت وصار نطقها سليم 100% وتأهلت الحمد لله. يستقبل المعهد الأطفال من 3 إلى 6 سنوات الذين يعانون من ضعف النطق والكلام، لتقديم العلاج لهم باستخدام الوسائل التعليمية الحديثة بالاعتماد على ملكات متخصصة، وتوفير البيئة الملائمة لهم التي ترعى الجوانب التربوية والنفسية والمعرفية والاجتماعية. بهدف حفظ التراث المخطوط ونشره للعالم، أقام المعهد العالي للتراث التابع للعتبة العباسية المقدسة دورات تدريبية قدمها خبراء في هذا المجال. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. 652. بدأ المعهد العالي للتراث التابع للعتبة العباسية المقدسة بإلقاء المحاضرات لمرتاديه في خطوة لإعداد محققين قادرين على إخراج التراث المخطوط إلى حيز القراءة، إلى جانب حفظ هذا الإرث وحمايته. طبيعة الدوام في المعهد العالي هي 3 أيام في الأسبوع بواقع 3 ساعات في اليوم، طبعا موزعة على جملة من الدروس، مثلا يدرس فيها تحقيق النصوص وفهرسة المخطوطات وعلم المخطوط، وكذلك تدرس فيه اللغة العربية. الغاية من هذه الدورة أن يرتقي طالب العلم في المستوى التحقيقي لتحقيق المخطوطات والتراث الإسلامي، وتتضمن هذه الدورة عدة علوم لبحثها. تتنوع المحاضرات التخصصية في مجال التراث المخطوط
ويلقيها أساتذة مختصون، وهي ترجمة لاهتمامات العتبة العباسية في حفظ التراث المخطوط، لكون أن العراق بلد زاخر بهذا الجانب، وكذلك لوجود أكثر من 47 ألف مخطوطة في البلاد تحتاج للتحقيق. بتنظيم من شعبة العلاقات الجامعية والمدرسية، كرمت العتبة العباسية المقدسة مجموعة من طلبة كلية الإمام الكاظمي عليه السلام الذين حصلوا على المراتب الأولى في بغداد، ويأتي هذا المشروع بهدف تشجيع الطلبة على بذل ما لديهم لخدمة الوطن. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. أكثر من 50 طالبا من كلية الإمام الكاظم عليه السلام الأوائل في بغداد احتفت بهم العتبة العباسية المقدسة متمثلة بقسم العلاقات العامة دعما منها لشريحة الطلبة الجامعيين، وذلك في قاعة مجمع العميد التعليمي والتربوي. العتبة العباسية تحتفي بهذه النخبة لأمرين: الأمر الأول أنها تضع هذا الأمل في نفوس الناس، تنشر هذا النور، تعيد للعراقي حظوته ومكانته لأنه أهل لذلك. والإرسالية الأخرى هي لهؤلاء الفئة: أنكم في عين تقدير أهلكم العراقيين أن كانوا، نحن هنا نقدر ما بذلتموه ونوقر تحصيلكم، وهنا أيضا فرصة لتكريمهم. يعد هذا التكريم هو بمثابة دعم من العتبة المقدسة لهؤلاء الطلبة من أجل دعمهم وزيادة الحافز لديهم بتحقيق النجاحات، وهذا هو الهدف المنشود دائما عودتنا عليه العتبة العباسية المقدسة. الفعالية الاحتفائية نظمتها شعبة العلاقات الجامعية والمدرسية ضمن مشروع فتية الكفيل الوطني، وتضمنت ندوة بعنوان رسالة إلى الطالب الجامعي، إلى جانب جولة على بعض مشاريع العتبة المقدسة والتشرف بزيارة المولى أبي الفضل العباس عليه السلام. إلى هنا انتهت فقرتنا الإخبارية، فاصل ونواصل بعدها باقي فقراتنا المتنوعة من برنامجكم صدى الكفيل، فابقوا معنا. مشاريع ونشاطات مستمرة الهدف منها خدمة الزائر الكريم بشكل خاص والمجتمعي بشكل عام، سنشاهدها في فقرات صورة وتعليق. وصلنا وإياكم أحبة المشاهدين إلى فقرة عطر الهداية، والتي سيوضح فيها وكيل المرجعية الدينية
أحد المواضيع الاجتماعية المهمة والمتعلقة بالحياة العامة. لنستمع معا. لاحظ هناك فارق أخواني بين أمرين قد التبس أحدهما بالآخر، فارق بين الحرية وبين الفوضى. الحرية تحتاج إلى، حتى تكون حرية تحتاج إلى أنظمة، تحتاج إلى قوانين، وهذه القوانين تحافظ على الحرية. لا تعني الحرية أن الإنسان يفعل كيفما يحلو له، لا يوجد هكذا منطق حتى في شريعة الغاب، أن الإنسان يفعل كما يحلو له، أي شيء يأتي في مزاجه أن يفعله بدعوى هذه ليست حرية. لا يوجد هذه الحال في جميع أنظمة العالم. أنا مطلع عندما أقول ذلك، أنا مطلع بعض الدساتير وبعض القوانين العامة للدول لا يوجد فيها هكذا نص. عندما يأتون إلى تعريف الحرية لا يقول الحرية أن الإنسان يفعل كيف شاء وكما يحلو له، لا يوجد هكذا نص. وإنما الحرية توجد هناك ضوابط، هذه الضوابط تحدد المسموح به وغير المسموح به، وتبقى هي في إطار الحرية. ليس من حق أحد الآن أن يوقف سيارته مثلا أمام باب داري، أن يوقف سيارته في وسط الشارع العام، ليس من حقه ذلك. الكل تعترض عليه، لا يمكن أن يقول إني أفعل ذلك بمقتضى الحرية. الناس تسخر منه، تقول له هذه ليست حرية، هذا تعدي. التفتوا للعبارة، هذا تعدي على المصالح العامة. إذا صار تعدي على المصالح العامة برزت عندنا حالة مقابلة للحرية، وهي حالة الفوضى. لحظات ضوئية هي فقرة تستعرض أحد الفنون البصرية، وهو فن التصوير الذي أبدع به مصورو العتبة العباسية المقدسة ونالوا الجوائز العالمية عنه. أحبتي المشاهدين، نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. أحبتي المشاهدين، وصلنا الآن إلى فقرتنا الختامية وهي خدام، والتي سنتعرف بها على أحد مراكز العتبة العباسية المقدسة وشعبها، ونطلع على أعمالهم الخدمية المتنوعة. لنتابع معا. بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الكفيل للمعلومات والدراسات الإحصائية، أحد تشكيلات قسم الإعلام في العتبة العباسية المقدسة. يعنى هذا المركز بتكميم وترقيم المعلومات الصادرة عن العتبة العباسية المقدسة والمعلومات الخارجية. طبعاً لهذا القسم عدة وحدات، أولها وحدة الإحصاء، ثانياً وحدة الرصد، ثالثاً وحدة المعلومات والدراسات الإحصائية. للمركز طبعاً أهدافه حالياً ومشاريعه، من أهم المشاريع الحالية في المركز هي مشروع الموجز الإحصائي الصادر عن العتبة العباسية المقدسة. طبعا هذا الموجز يضم بين طياته جميع الاعمال اللي قامت بها العتبه العباسيه المقدسه بتفصيل احصائي مقارن بين السنوات السابقه والسنوات اللاحقه. المشروع الاخر هو مشروع الموجز الاحصائي للزياره الاربعينيه المباركه. كذلك يضم هذا المشروع جميع التفاصيل الاحصائيه اللي قامت بها العتبه العباسيه المقدسه من مساهمات ودعم بالنسبة للمواكب وكذلك أعداد الزائرين وتفاصيلهم. وانتقلنا خلال هذه السنة من الإحصاء الوصفي إلى الإحصاء الاستدلالي، فصارت أكو مقارنات ودراسات تبنتها مجلات عالمية ومجلات محلية.
إضافة إلى تنسيقنا مع بعض الجهات الداخلية مثل شعبة الطبابة وشعبة الاتصالات وقسم التطوير وغيرها من الأقسام المهمة وذات العلاقة، وكذلك تشكيلات الوزارات الأخرى. فقمنا بسلسلة من الورش والدورات التدريبية. وبالنسبة للمشروع الثاني هو مشروع تقييم أداء منتسبي قسم الإعلام. فعدينا هنا عدة استبانات. الاستبانة الأولى كانت المسؤولين الشعب والمراكز. القضية الثانية صارت تقييم أداء الفنيين بالقسم، والثالثة صارت للمنتسبين. هذا بالنسبة للمشروع الثالث. أما المشروع الرابع اللي يتبناه القسم هو رفع مستوى الوعي الإحصائي عند تشكيلات العتبة العباسية المقدسة. ومن خلال هذا المشروع قمنا بسلسلة من الدورات اللي سبقت الزيارة الأربعينية المباركة، وكذلك دورات على مدار السنة قدمناها العدد من تشكيلات العتبة العباسية المقدسة. بالنسبة للمشروع الخامس هو مشروع تقرير التنمية المستدامة. طبعاً خلال السنوات السابقة منذ انطلاق العتبة العباسية المقدسة بمشاريعها المباركة، قمنا بإحصاء وإعداد دليل خاص بأهداف التنمية المستدامة وبالتعاون مع وزارة التخطيط العراقية. وحالياً جار العمل بإعداد الصيغة النهائية لهذا الدليل، فحققنا ما يقارب 16 هدف من ضمن 17 هدف من أهداف التنمية المستدامة، وفصلناها ضمن المقاصد. وكذلك هناك تعاون إن شاء الله تعالى نهاية هذا العام لإعداد مؤتمر خاص بأهداف التنمية المستدامة وما حققت العتبة العباسية المقدسة، وكذلك ما ستعرضه بعض التشكيلات الحكومية والتشكيلات غير الحكومية. هذا بالنسبة للمشروع الخامس. أما عندنا مشروع إن شاء الله مستقبلي راح نبدأ به إن شاء الله ننطلق به، هو مبادرة الإحصاء الذكي. مبادرة الإحصاء الذكي حالياً تعمل عليها المراكز المتقدمة الإحصائية، وهي ربط صناع القرار مع منتجي البيانات مع صناع القرار. توصلنا هذه البيانات بيانات محدثة وآنية، تصل إلى صناع القرار بصيغتها النهائية لتذليل كافة العقبات. إلى هنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامجكم صدى الكفيل. تقبلوا تحياتي أنا وكادر العمل. دمتم في أمان الله ورعايته.